تحية غالية عشان مشوار ميوسف الأستاذ إبراهيم عصران، الأستاذ مصطفى إبراهيم عصران، الباشمهندس باسم منورنا، الأستاذ عاشور صالح، الأستاذ محمد عاشور، الأستاذ إبراهيم قمر، الحاج شعبان العوضي، الأستاذ مصطفى كراني، الأستاذ رجب حسين، الأستاذ إبراهيم صراط، الأستاذ رافض الزني، وشكرا لي والمجهود الكبير. الظهر لو مال بيدي الجبن عدله، بيتعب ابن الاصول ويشوف الخسيس عدله، وعديم البخت قولولي يلاقي فين عدله، دنيا رضيه بتدي على طول اللي ما يستاهل، تاخد من الاصيل ودايما تدي اللي ما يستاهل، بلاش يا اصيل دي. الظهر لو مال بيدي الجبان عدل، ويتعب ابن الاصول ويشوف الخسيس عدل، وعديم البخت قولولي يلاقي فين عدل، دنيا رضية بتدي على طول اللي ما يستاهل، تاخد من الاصيل دايما وتدي اللي ما يستاهل، بلاش يا اصيل دي ماشي خسيس، ما يستاهل مشى معاه بالسهل، والاصيل مش لاقي عدل. اهل الخير والمعروف فين اراضينا، دورت وتعبت ولا عرفتش اراضيهم، من بعد غدر الاصحاب اللي كنت براضيهم، اهل الخير والمعروف فين اراضيهم، دورت وتعبت ولا عرفتش اراضيهم، من بعد غدر الاصحاب اللي كنت براضيهم، فعل الاصحاب خلى العدل بقى مايل، لما مشيتهم كتير البخت بقى مايل، ولفت الانظار من بخت اللي كان مايل، وزرعت الجمايل لكن ضاعت في اراضيهم. بصعب على الناس ومش صعبان على روحي، بس اللي مني قريب قاسي على روحي، بيسم فيا وهو حته من روحي، اشكي لمين الاسى من الاهل وقرايبي، متمنيين لي الموت دلوقتي اصحابي وقرايبي، بيحنوا له للغريب ولا حنوش قرايبي، حتى حبايبي ما رحموا يوم روحي. بميزان العدل، حكم ضميرك وانطق بكلمة عدل، ده في ناس كتير ما تعرفش معنى العدل، راح فين الضمير من قلب الناس، خلاص مات ولا ما يعرفوش الناس، وصبح العرض والشرف رخيص بين الناس، بطلوا كلام يا ناس وقولوا كلمة عدل.
يا دنيا. حسبي بقى حلمك كده على الناس، خليتي العالي واطي وعليتي اقل الناس، واللي ما يسوى التراب صبحت ايديه تلبس، يستاهل ابن الاصول عشان مشي مع الوطن، ويحمل عليه تقيل احمال وهو بيطاط، طول عمره جبان عشان خسيس وواطي، وليه تخلي ابن الواطي يتحكم في ابن الناس. تحية غالية عشان حلوان وادب حلوان، حي كل ضيوفنا وكل حبايب كل اولاد.